لتحقيق السلام والاستقرار. كما قلت في أغسطس عام 2020 خلال التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق أن وساطتنا نبعت من رغبتنا في تحقيق الاستقرار في السودان وبخبرتنا التي أثرت فينا ودفعتنا لرفض العنف. نحن أيضا نرى أن وساطتنا هي وفاء لدين لدور السودان الذي قام به والذي يستمر يقوم به كعضو في الإيغاد لتحقيق سلامنا. السادة، نحن لم نسير في طريق السلام لوحدنا، ولذلك نحن فخورين بالدعم الذي تلقيناه من الأسرة الدولية والتشجيع الذي رفع معنوياتنا. ولهذا أريد أن أشكر الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيغاد والترويكا الذين دعمونا لدعمهم. دونهم لن يتحقق هذا الاتفاق. بهذا الدعم الداخلي لعملنا والخارجي أنا سعيد أن أعلن أننا أدركنا أن عملنا في السلام تم إقراره والاعتراف به بالفيدرالية العالمية للسلام، والذي أو التي أرشحتني لنيل جائزة السلام وكذلك الحكم الرشيد. UPF International. It is an inter-religious network. نعم. Of organizations that supports. إنها شبكة of United Nations. من المنظمات التي تدعم عمل الأمم المتحدة. In areas of interfaith. في مناطق. And peace. السلام. Education among other roles. وفي جانب أخرى. The UPF International delegation. إن وفدهم الذي حضر إلينا أنا أشكرهم للاعتراف بدورنا وأن يكونوا معنا هنا برغم جدولهم المزدحم ليحضروا اتفاق توقيع السلام. إلى زملائي، هذه الجائزة هي شرف لجهودي وجهودكم ولي تطلعنا إلى أن نعيش في منطقة آمنة. And support itself for the work they have done. وكذلك لجهود الوسطاء وللعمل الذي قاموا به. And by the way, Honorable Tut and Dr. Diaw. وبالمناسبة دوت وديو. National nominees for the ambassadors for peace. رشحوا لجائزة سفراء السلام. Congratulations. وأنا أهنئهم بالفوز بهذه الجائزة كسفراء السلام. دوت وديو مطوق. Excellencies. السادة. While the achievements made thus far. في الوقت الذي. Are commendable. I would like. جعلنا هذا الإنجاز. Our Sudanese brothers and sisters. فخورين أن ينبغي لنا أن نذكر.
that their work is not done. أخواتنا وإخواننا السودانيين أن العمل لم ينتهي بعد وليس هنالك وقت للتراخي. Still awaits them. وهنالك عمل كثير ينتظرهم. Just as we in South Sudan need to redouble our efforts to bring on board. وكما كان ينبغي لنا هنا في جنوب السودان أن نضاعف من جهودنا لتحقيق السلام بالقدر نفسه. ينبغي للقادة السياسيين السودانيين أن يضاعفوا جهودهم للعمل مع أولئك الذين لا يزالون في الخارج. وينبغي للسلام أن يكون شاملا. It is on this basis. وعلى هذا المبدأ. Of understanding that I am urging Sudanese leaders. أنا أحث. To shift. القادة السودانيين. Their attention. لتحويل اهتمامهم. Bringing the Sudan People's Liberation Movement. لإحضار الحركة الشعبية. Under the leadership of General Abdelaziz. الشمال تحت قيادة عبد العزيز الحلو. And the Sudan Liberation Movement. وجيش تحرير السودان. تحت قيادة عبد الواحد. محمد نور. Bring them into peaceful for our part. أن يأتوا South Sudan. إلى. I can assure you مفاوضات سلام. We shall never relent in our efforts. ونحن لن. Continue giving you a helping hand. نتوانى في جهودنا. في. أن نستمر في تحقيق السلام وكما قدمنا عرضا بمساعدتنا أطلب من السودانيين أن هذا الإنجاز هو نتيجة رغبتهم. وعليه No one is left behind. وكما هم مصممون على أن لا تترك هذه الجهود شخصا آخر خارج العملية، عليهم أن يضعوا في ذهنهم أن أمة متنوعة تسعى لصناعة السلام، أن هذا السلام لن يكون مستقرا ما لم ينظر إلى التعددية ويأتي بالوحدة والوئام its people. ويأتي بالوئام الشمولية وليس على الأسس التي تفرق الناس. That the implementation of the agreement we are celebrating today will be an easy business. إن تطبيق الاتفاق الذي نحتفل به اليوم ليس عملا سهلا. Facing the Sudan presently. خاصة مع الظروف التي تواجه السودان الآن. In mind. I am therefore taking this opportunity. مع وضع هذا في الاعتبار أنا أنتهي هذه الفرصة لأناشد الأسرة الدولية والدول العربية خاصة كي تلتزم بتعهداتها لدعم تطبيق هذا الاتفاق في السودان. Sudan needs significant financial resources
السودان يحتاج إلى مصادر مالية جوهرية لمعالجة القضايا التي بسبب تدبير الحرب ويحتاج إلى تنمية ومخاطبة جذور الأزمة. وكما نحن نحتفل بهذا الإنجاز في تاريخ السودان، أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لشعب جنوب السودان والأسرة الدولية أن إجراءات السلام برغم التحديات on governance, for example, the setting up of the executive structures at both national and subnational levels of government is almost complete. أنه على المستويات الحكومية is the agreement among the different stakeholders قد اكتمل on the allocation of leadership positions in a handful of counties. Once that is done, we will have completed أن يتم التنزيل السلام على كل المستويات القاعدية، وعندما يكتمل ذلك أو عندما يحدث ذلك سيكتمل السلام. The structure and composition of the legislature at the state level إن have already been agreed. تشكيل المجلس التشريعي على المستوى القومي تم الاتفاق عليه. The formation of the national legislative branch. وقريبا سيتم تشكيل المجلس التشريعي للحكومة. Of our bicameral legislature consisting of reconstituted transitional national legislative assembly and the council of states. We are also on the way of نحن أيضا في طريقنا passing out the first batch of our joint unified protection units. That will be the nucleus of الوحدة المشتركة للحماية South Sudan Defense Forces في جنوب السودان SSPDF. Finally, أخيرا I would like to assure you all أريد أن أؤكد لكم جميعا that the SPLM أن and I SPLM are fully committed وأنا to an irreversible process of ملتزمون consolidation. بالسلام والمصالحة resolution of differences through dialogue ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار non-violent democratic means واستخدام الوسائل الديمقراطية السلمية غير العنيفة لتحقيق الأهداف وأتمنى أنه مع المجموعات المعارضة التي نشاركها الحكومة كي ينضموا إلينا قريبا also subscribe to this vision. Thank you very much. وكذلك and may God bless في هذا الإطار all of you. Thank you. نشكركم وبارك الله هكذا فيكم. خاطب الرئيس الفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان هذا الاحتفال الكبير الذي احتضنته ساحة الحرية بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا احتفاء واحتفالا بالتوقيع النهائي على سلام جوبا بين كل الأطراف السودانية التي شاركت في منبر سلام جوبا. وهكذا يكتمل هذا الفرح الكبير وتبدأ مسيرة تنمية وسلام ورخاء بإذن الله في ربوع السودان الحبيب بجهد وبتعاون وبتكاتف أبناء السودان كافة الذين تعاهدوا على أن يبقى السودان واحدا موحدا. That was for the lowering of the flag, which is a routine, a process that is done every day at 6 o'clock in the evening. Now, before playing the national anthem to indicate the end of this event, I want
نقل هذا. Your Excellency, President Salva Kiir, Your Excellencies, our dear guests for today, I would like to announce the sequence of departure from this place. And the first president after the playing, okay. Play the national anthem. You may have your seats, Excellencies. Order of departure. The order of departure of our presidents will be, first of all, the President of the Federal Republic of Somalia, followed by the President of the Federal Republic of Ethiopia, then the chairman of the Transitional Council for the Sudan, Sovereign Council of Sudan, then chairman of IGAD, and then our president in that order. Then after that, the first vice president and the vice president. Then the rest of the dignitaries can leave. We would like this area in the middle to be cleared. Everybody move a little bit behind. Thank you.
وزير براوي.